جمعية تظاهرت في سيف فساء الجنوب بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتنسيق المعطلين على العمل، تظاهرت في سيف فساء الجنوب. برنامج ثري جدا، جاء ما أبرز ما جاء فيه إنتاج أكبر لوحة رقص بتونس من حيث العدد والمدة الزمنية، وهي من إنتاج الجمعية الوطنية للتنشيط والترفيه وإنتاج أكبر رقعة شطرنج بشرية في العالم. هذا إضافة إلى اكتشاف عديد المواهب الموجودة بالجهة وتنشيط رياضة الأطفال. الهدف من هذه التظاهرة هو تنشيط وترفيه شباب الجهة.